أهلا بكم في حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها ملف تطبيع العلاقات بين تركيا ونظام الأسد والعملية العسكرية التركية شمالية سوريا والتوترات في فلسطين المحتلة. لا يكاد يمر يوم إلا وتتحدث جهة تركية أو وسيلة إعلامية عن ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد وعن مدى إمكانية ترتيب لقاء بين أردوغان والأسد. هذه الأحاديث تجاهلها نظام الأسد سياسياً وإعلامياً لفترة، وحين قرر التعليق عليها خرجت بثينة شعبان وهي مستشارة بشار الأسد قبل أيام لتصف دعوات أنقرة المتعلقة بالمصالحة بالمراوغة، وتابعت بالوصف بقولها إنها مجرد تصريحات إعلامية لا علاقة لها بالواقع وإن أنقرة تصرح لأسبابها الخاصة. أحدث ما خرج بشأن هذا الموضوع ما نقلته أمس وكالة رويترز، إذ نقلت عما وصفتهم بالمصادر المطلعة قولهم إن نظام الأسد يقاوم محاولات وساطة روسية لعقد قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أما في ملفنا الثاني مشاهدين، وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية شمالية البلاد، فتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية ما أعلنته أمس قسد وتقول إنها أوقفت جميع العمليات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية وإنها مستمرة في تسيير الدوريات للحفاظ على الأمن في مخيم الهول. ما أعلنت عنه واشنطن وصفه البعض بالتخلي عن قسد التي مهدت قبل أعلانها إيقاف العمليات مع التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، وآخرون وصفوا الخطوة بالإعلامية لا أكثر لإرضاء أنقرة. في محورنا الأخير مشاهدين، نقف عند تطورات نابلس والتوتر الحاصل فيها والمواجهات هناك، حيث تشهد بلدة حوارة جنوبية نابلس إغلاقا شاملا حدادا على روح عمار مفلح الذي أعدمه جندي إسرائيلي في شارعها الرئيسي أمس الجمعة وسط دعوات للفصائل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن نظام الأسد يقاوم محاولات وساطة روسية لعقد قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد حالة العداء التي استمرت بين الطرفين لأكثر من عقد من الزمن. المزيد في تقرير جمال البشاش. أجواء ضبابية ما زالت تخيم على ملف التطبيع بين نظام الأسد وتركيا وسط الحديث عن مساعي الروسية لجمع الأسد وأردوغان على طاولة واحدة في موسكو. يتعقد المشهد وتتشابك الخيوط أكثر مع تزايد التصريحات التركية المتتالية بوجود اتصالات استخباراتية بين البلدين وحديث الرئيس التركي عن إمكانية عودة العلاقات مع سوريا إلى نصابها. وما بين التأكيد والنفي يراوغ نظام الأسد كالعادة، وتنقل وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة أن النظام يقاوم ضغوط روسيا لعقد اجتماع مع الرئيس التركي ويرفض لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى إنه رفض أيضا فكرة عقد اجتماع لوزيري الخارجية. مصدران من المصادر الثلاثة أوضحا لرويترز أن دمشق تعتقد بأن مثل هذا الاجتماع قد يعزز موقف الرئيس التركي قبل الانتخابات في العام المقبل، خاصة إذا تناول هدف أنقرة بإعادة بعض من اللاجئين السوريين من تركيا، معتبرين أن أي لقاء مع أردوغان هو نصر مجاني له. يلعب الطرفان على عامل الوقت، ويستمر النظام في السباحة عكس تيار الواقع بلا طائل، مع إصرار أنقرة على إبعاد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية عن الحدود، مع تأكيد الرئيس التركي أنهم لن يتراجعوا عن إكمال الشريط الأمني بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية. وما بين هدوء وتصعيد في المواقف السياسية، تضيق الخيارات في المنطقة، ويصبح التنبؤ بخيار الحل العسكري واحدا من أكثر الاحتمالات ترجيحا، إذا ما صحت رواية رويترز برفض النظام لأي لقاء مع الجانب التركي.
للنقاش معنا في الاستوديو استاذ العلاقات الدوليه الدكتور سمير صالحه، كما ينضم الينا من بورصه التركيه الباحث في مركز جسور للدراسات عبد الوهاب عاصم. مساء الخير لكما دكتور سمير. كيف تعقب على ما جاءت به وكاله رويترز امس تقول ان روسيا تعقد او تحاول عقد وساطه ما بين الاسد واردوغان لعقد لقاء، وان نظام الاسد يقاوم هذه المحاولات؟ نعم، مساء الخير للجميع. اولا يعني في حقيقه موجوده اولا من في الموقف التركي، نبدا في تحول في سياسه انقره في التعامل مع الملف السوري. هذا الكلام رددناه منذ اشهر، ونحن نقول انه حكومه العداله والتنميه لاكثر من سبب سياسي امني اقتصادي اجتماعي في الداخل التركي في عندها رغبة بمراجعة سياستها السورية، وهذا أيضا مرتبط طبعا بالتحولات في التعامل مع الملف السوري على المستوى الإقليمي، لعبة التوازنات أيضا التي تؤثر في الملف. الآن قلنا أنه نعم أنقرة تراجع سياستها السورية، القيادات السياسية التركية قالت أكثر من مرة، خصوصا الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عودته من قمة مجموعة الدول العشرين كما تتذكر وقتها قال بشكل واضح أنه بعد الخروج من عملية الانتخابات التركية قد يكون هناك حوار جديد مع دمشق. لكن يبدو لي أنه الكثير من التحليلات تقديرات الموقف لا أعرف أنباء مسربة مقصودة بلغت كثيرا في البناء على هذه المواقف والتصريحات. مثلا ردة الفعل التي تبعناها أنا وأنت أيضا من دمشق، مصادر سورية في دمشق مثلا أرادت أن تسرب أنه بشار الأسد هو الذي يرفض اللقاء قبل إنجاز العملية الانتخابية التركية حتى لا يكون هناك تأثير في حتى لا تصبح كرت رابح للعدالة والتنمية. يعني الموقف التركي أساسا، القيادات السياسية التركية بالأساس قالت قبل أشهر طويلة أنه نعم في تحول في الموقف السوري، لكن هذا لن يتم بهذه السرعة وباتجاه النظام مباشرة. يعني من الطبيعي جدا في السياسة أن يكون هناك تحول وتغير في القرارات في السياسات في الأساليب، لكن أنا رأيي الشخصي باختصار أنهي هنا أنه هذا الحوار أو مسألة شخصنة المسألة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وبشار الأسد هي التي الآن يحاول البعض تقديمها. حتى أنا يعني بدأت أسمع أصوات أنه الآن القيادات السياسية في العدالة والتنمية هي التي تهرول باتجاه بين مزدوجين باتجاه دمشق وتريد أن تصالح النظام، وأنه عليها أن تعتذر لدمشق قبل الدخول في نقاشات. حتى بعض التحليلات مع الأسف بدأنا نسمع بهذا الشكل تصدر من أكثر من طرف. ولكن وسيلة السؤال عالمية هنا، يعني هل الأسد كرت رابح بالنسبة للأطراف في تركيا حتى بات عاملا انتخابيا مهما؟ المسألة هي ليست كما قلت قبل قليل شخصنة المسألة، يعني ربطها ليس كأسد ولكن دمشق. صحيح، لذلك الآن نرى نعم أنه كان في انتقادات في صفوف المعارضة التركية وما زالت موجودة أنه أنقر عليها أن تغير سياستها في التعامل مع دمشق. التعامل مع دمشق لا يعني بالضرورة التعامل مع بشار الأسد، وهذه النقطة أساسية الآن في الداخل التركي نناقشها. قبل يومين فقط زعيمة في المعارضة، زعيمة حزب إي بارتي الجيد قالت أنها ستذهب إلى دمشق أيضا، ميرال أكشنر. الآن يعني هذا النقاش موجود ومستمر في الداخل التركي. سؤال، هل هذا يعني أنه البعض يريد أن يلعب هذه الأوراق أيضا الشق السياسي بالشق الانتخابي في المرحلة المقبلة، مسألة النظام والعلاقة مع النظام ومع دمشق؟ نعم هذه موجودة، لكن باختصار أنا أظن أنه في مبالغة في طرح المسائل والتصريحات والوصول إلى استنتاجات برأيي مضخمة جدا. عبد الوهاب عاصي يرحب بك مجددا. ما مصلحة الأسد في رفض لقاء أردوغان؟ أهلا بك. هذا إذا افترضنا أن ما جاءت به وكالة رويترز دقيق. يعني بالبداية أهلا بك وبضيف الكريم وبجميع المشاهدين. الفرضية بحد ذاتها فيها مشكلة. بشار الأسد تعلم ويعلم جميع المشاهدين أنه ليس لديه صلاحية أصلا على الرفض لطلب لبوتين
إزاء مقابلة أو اقتراح للقاء ما حصل. نعم هناك سابقا بعض الحوادث أو المؤشرات التي تدل أنه أن لديه هامش للتحرك نوعا ما، مستفيدا طبعا من علاقته مع إيران إزاء بعض القضايا التي تخص مصالح روسيا، مثلا قضية إقامة علاقات مع الدول التي تعترف بها روسيا، أخر بشار الأسد أو النظام السوري الاعتراف بها 4 سنوات حتى عام 2018، حتى الأقاليم الروسية التي اعترفت بها روسيا مؤخرا وهي أقاليم أوكرانية، يعني بشار الأسد أخر الاعتراف بها والنظام السوري تقريبا حوالي 3 أو 4 أشهر أو ربما أكثر بقليل. إذن هذا هامش محدود جدا. أما أن يكرر بوتين طلبا من بشار الأسد لإجراء لقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعتقد أن بشار الأسد لا يمتلك هذه الصلاحية، لأن هذا الأمر نفسه هو يعني يفترض أن يكون مصلحة مشتركة لروسيا وإيران، ليس فقط لروسيا. يعني ذكرت مثال منذ قليل، بعض الدول أو الأقاليم التي تعترف بها روسيا، لأن يعني إيران ليست مصلحة بها، وهناك نوع من الهامش يمكن أن يتحرك به في هذا الملف تحديدا. لا يمتلك بشار الأسد هامشا، وإيران على العكس تماما قد تدفع بهذا الاتجاه، تدفع باتجاه تطبيع علاقات بين أنقرة وبين دمشق. لذلك ما نقلته رويترز أعتقد أن الوقائع يعني تدحضه بشكل كامل، وهو لا يبدو منطقيا. يعني الآن السؤال، ما هي مصلحة بشار الأسد من يعني هل هناك، على فرض طبعا وجود يعني صحة لهذه الفرضية، على فرض وهو كما ذكرت أمر يبدو صعبا جدا، ما هي مصلحة بشار الأسد من رفض اللقاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ أعتقد أنه لا توجد مصلحة لرفض هذا السيناريو سوى مخاوف من أن تستخدم تركيا هذه العلاقة لتعزيز وجودها في سوريا، وأن النظام السوري لا يستطيع أن يوازن العلاقة مع 3 فاعلين دوليين. يعني نتحدث هنا عن أنقرة وعن روسيا وعن إيران. النظام السوري في الأصل يعني تعلم أن الوجود الروسي في سوريا مرتبط باعتراف رسمي من دمشق، وكذلك الوجود العسكري الإيراني مرتبط باعتراف من دمشق. إذن أي تواصل رسمي مع النظام مع تركيا يعني اعترافا بالوجود العسكري التركي، واعترافا أيضا حتى بالمعارضة السورية. سيكون هناك شروط لدى أنقرة، سيكون من بين هذه الشروط، وسبق وذكرها جاويش أوغلو في تصريحات سابقة، بأن على النظام السوري الاعتراف بالمعارضة المعتدلة، وأن على النظام السوري الاعتراف بالقضايا الأمنية التركية وما إلى ذلك. إذن كل هذه الأمور تضعف النظام السوري وتجعل قدرته على المناورة وقدرته على البقاء أضعف من أي وقت مضى. أعود إليك دكتور سمير، اليوم ما المصلحة التركية في التقارب مع النظام السوري، في التقارب مع دمشق، سواء كان ذلك سيكون قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات؟ يعني في حقيقة بالنسبة للسياسة التركية في التعامل مع الملف السوري، أنه هذه السياسة كما قلنا دائما وصلت في أكثر من نقطة إلى طريق مسدود. يعني أنا لا أريد أن أدخل في نقاش من الذي يتحمل المسؤولية وكيف وصلنا إلى هذا الانسداد، أريد أن أركز على أنه هذا الانسداد يدفع القيادات السياسية التركية في الحكم، خصوصا أنه في ضغوطات من قبل قيادات المعارضة بهذا الاتجاه أيضا، لمراجعة هذه السياسة التي تبنتها واعتمدتها. لذلك برأيي الهدف الأساسي هنا هو بالنسبة لأنقرة ليس الانفتاح على النظام أو على دمشق، بل مناقشة الملف السوري بالدرجة الأساسية مع القوى الفاعلة والمؤثرة في هذا الملف. يعني نتحدث عن منصة الأستانة، منصة سوتشي، وعن التحالفات الموجودة سواء كان مرتبطة بالقرارات الأممية حول الملف السوري والدول الفاعلة في الغرب، العالم العربي أيضا. باختصار الآن موضوع رأيي الشخصي، موضوع هذا الذي سمعناه في الساعات الأخيرة من دمشق، برأيي توقيت هذه التصريحات مهم للغاية. أنا أربط هذه التصريحات الصادرة أنه رفض لقاء أردوغان قبل الانتخابات بأنه في تحرك روسي، لا أعرف إذا كنا سنسميه خطة روسية، باتجاه
طرح مسار جديد في التعامل مع موضوع شمال الفرات مرتبط بموضوع قسد، و يعني كبديل للعملية العسكرية التركية. الآن يبدو أيضا أنه هذه الجهود الروسية وصلت إلى طريق مسدود. هذا التصعيد الآن الذي سمعناه في دمشق في موضوع لقاء أردوغان مرتبط بهذه بعملية الوصول إلى يعني اللا نتيجة في التحرك الروسي. نقطة ثانية أيضا مهمة، نعم كما أشار دافع قبل قليل، مولود شاوشولو وزير الخارجية التركي تحدث أكثر من مرة عن مسار الأمور كيف ستتقدم بالنسبة لأنقرة في العلاقة مع دمشق والنظام. صحيح ركز أنه علينا أن نبذل جهودا باتجاه الجمع بين النظام وقوى المعارضة السورية أمام طاولة واحدة لتحريك الملف، وهذه نقطة معروفة للجميع. الآن باختصار، حلفاء أنقرة المحليين في التعامل مع الملف السوري، قوى المعارضة السورية، ما الذي تقول وما الذي ستقول أمام سيناريو من هذا النوع؟ نقطة أولى مهم للغاية. لذلك يعني هناك من يقول إن المعارضة مثلها مثل الأسد، ليس لديها ما تقوله، من يملي عليها، من يملي على المعارضة تركيا، ومن يملي على النظام روسيا وإيران. أنا أظن أنه في موضوع المعارضة تحديدا هذا التنسيق الموجود بين تركيا وبين قوى الفصائل السورية قديم، يعني عمره أكثر من عقد تقريبا، وحوالي عقد، وأن هذا التنسيق لا يمكن، هذا التنسيق لا يمكن أن نذهب باتجاه أنه أنقرة ستذهب بتغيير سياستها السورية وتتخلى عن القرار الذي يتبناه. سيكون هناك صيغة. صحيح، لابد من هذه الصيغة في نهاية الأمر. دعونا، طبعا يجدر بنا السؤال عن موقف واشنطن، ولكن قبل ذلك، أو كيف تتابع واشنطن هذه التطورات؟ قبل ذلك دعونا نتعرف وإياكم مشاهدين في هذه المادة إلى أبرز محطات العلاقة ما بين تركيا وسوريا، ومن ثم نعود للنقاش. عبد الوهاب عاصي، أعود إليك. يعني في نهاية المطاف لا نسمع سوى التصريحات، والتي غالبا ما يقول عنها كثيرون إنها تصريحات إعلامية موجهة للداخل التركي أو
الحليف الروسي، لكن ماذا لو حدث ذلك؟ كيف سيكون موقف واشنطن؟ وهل حدوث ذلك بهذه السهولة؟ يعني دعني أبدأ من النقطة الأخيرة، قضية الحدود، حدود انتقال العلاقات بين تركيا من الجانب الأمني إلى الجانب الدبلوماسي. حقيقة لا توجد للحظة أي مؤشرات تدل على أن هناك رغبة أو جدية لدى تركيا بالانتقال إلى بنقل هذا الملف من النقاش الأمني والاستخباراتي إلى النقاش الدبلوماسي، باستثناء اللهم إظهار الاستعداد لذلك في بتسريب اللقاء السريع الذي حصل بين وزيري خارجية تركيا والنظام السوري آنذاك عام 2021. الآن ما هي المؤشرات الأساسية التي يفترض أن يتم الاعتماد عليها في حال يعني نقل الملف من الأمني إلى الدبلوماسي؟ بدأ الوفود بين الطرفين، الوفود على المستوى السياسي والدبلوماسي، إجراء لقاءات رسمية لنقاش ملفات يفترض أن تكون أساسية وخلافية، والانتقال شيئا فشيئا لتطبيع العلاقات. يعني يفترض أن يكون أي لقاء بين رئيس النظام السوري أو رئيس رجب طيب أردوغان هو آخر محطة، كما حصل في حالة مصر. يعني الآن على سبيل المثال تجري تركيا مباحثات مع العراق حول أزمة المياه. سابقا يفترض أن هذه الأزمة هي مشكلة ثلاثية بين تركيا والعراق وسوريا. كانت الحالة دائما أن تكون نقاشات هذه الأزمة مشتركة بين الوفود الدبلوماسية والوزراء المعنيين بالملف من قبل الدول الثلاثة. الآن تركيا يعني، وهذا حاصل منذ أشهر وحتى الشهر الماضي، تجري لقاءات واتصالات مع الجانب العراقي لحل هذه الأزمة وتتجاهل وتتجاوز النظام السوري. وكذلك أصلا الجانب العراقي يقول، وأشار الجانب العراقي لأنه هو من يقوم بنقل الصورة إلى دمشق. إذن حتى على أبسط القضايا التي يفترض أنها تشكل أساس الأزمة بين أو أساس الأزمات بين الأطراف بين الطرفين النظام السوري وتركيا لا يتم نقاشها. يعني قضايا الهجرة، قضايا الأمن الحدود، تحدث وزير الخارجية التركي سابقا بأن تركيا مستعدة فعلا للتقدم بشأن العلاقة مع النظام السوري إذا ما كان هناك رغبة في نقاش قضايا الهجرة وقضايا الأمن التي طبعا يفترض أن تخص تركيا. إذا ما تقدم النظام السوري فعلا بخطوات وأبدى رغبة، طبعا وهذا مرتبط بطبيعة الحال بمواقف روسيا وإيران، خطوات لتحقيق تقدم في هذه القضايا، لا أعتقد أن الأمر يمكن أن ينتقل إلى الجانب السياسي أو الدبلوماسي. الآن ما هو موقف أنقرة؟ ما هو موقف واشنطن؟ موقف الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد هو مهم جدا ورئيسي لأي تحرك في هذا الملف. يعني رأينا كيف قضية العملية العسكرية التركية التي يعني أوشكت بعض الأطراف الحديث على أنها قد يعني قاب قوسين أو أدنى من تنفيذها بريا، كان هناك يعني يكفي أن يكون حصل اتصال بين الطرفين، أي بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، يعني حال مبدئيا مؤقتا ربما، حال دون تنفيذ هذا العمل العسكري بغض النظر عن السبب. قد يكون لوعود قدمت واشنطن، قد يكون لتفاهمات معينة حصلت بين الطرفين. المقصد بأن موقف واشنطن محدد رئيسي في تحديد اتجاهات الفاعلين في سوريا، وهنا الفاعل الأساسي تركيا. إذا ما أرادت تركيا أن تتجه فعليا لتطبيع علاقات مع النظام السوري، عليها تصور أن تأخذ بالحسبان الموقف الأمريكي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف صارم ومتشدد نوعا ما إن صح التوصيف في قضية العلاقة مع النظام السوري وتطبيع هذه العلاقة. البعض يشعر وكأن تركيا تضع واشنطن أمام خيارين، إما العملية العسكرية التركية أو التطبيع مع النظام. هناك من يقول عن هذا الموضوع، ولكن سنناقش أكثر معكما عبد الوهاب عاصي من بورصة والدكتور سمير صالح معنا في الاستوديو، ولكن في محور العملية العسكرية التركية بعد فاصل قصير. ابقوا معنا مشاهدينا.